انتهى الجزء السادس لما بطلنا عارف ان الولاعة اتسرقت منه. بعدها بيشم ريحة بني أدمين، ولما بيدور في المكتب بتاعه بيلاقي الاتنين الهبل دول مستخبين في الحمام، ولما بيفتح الستارة عليهم بيكونوا مرعوبين جدا. بعدها بطلنا سألهم انتوا جيتوا هنا ليه؟ قالوا له ان هما شغالين في نفس المجال وكلهم محققين، فكانوا جايبين اكل وجايين يتغدوا معاه، ولقوا الباب مفتوح فدخلوا وما لقوش بطلنا موجود، وسمعوا صوت ولقوا شخص غريب دخل المكتب وبدأ يبهدل في كل حاجة وكسر الخزنة وخد منها الولاعة. بطلنا سألهم انتوا شفتوا وشه؟ الاهبل ده قال له مع انه كان لابس كاب بس انا، راح الشخص التاني سد بوجه ودكرت البطلنا وقال له لو عايز تعرف كل التفاصيل تعالى وخد دورك في المكتب بتاعنا. بطلنا بيقعد يفكر هو ليه اخد الولاعة بالذات. بعدها بنشوف سنجي بتدخل على بطلنا وبتستغرب من الكركبة اللي موجودة، فبطلنا بيقول لها في حرامي دخل المكتب وسرق الولاعة بس، وسنجي بتستغرب هي كمان وبتقول له هيعمل بيها ايه. بعدها بنشوف هيونج ماسك الولاعة ومراته بتقول ان هما مش معاهم فلوس وانه لازم يشتغل. بعدها مراته بتاخد بالها من الولاعة وبتقول له اخيرا لقيت الولاعة اللي كنت بتدور عليها. بعدها بنشوف بطلنا وسونجي راحوا بيت الطفلة سوري تاني، بس الشغالة بتقول لهم ان ابوها لسه مسافر وقالت لهم ان هو هيجي خلال يومين او ثلاثة، فسونجي بتفرح جدا. بعدها سونجي بتقول لبطلنا طالما عرفت اللعبة بتاع سوري يبقى انت كنت قريب منها، فبطلنا قال لها ده معناه ان ابو سوري لو شافني ممكن يعرفنا انا مين. بعدها بنلاقي الاتنين الهبل دول مع صاحبة مطعم الأحشاء وبتكون بتتغزل في بطلنا وبتكون معلقة صورة لبطلنا وهو بيرقص في افتتاح المطعم بتاعها، فبيقولوا لها ده زومبي، فقالت لهم حتى لو زومبي عضته هتكون جميلة زيه، فالأهبل ده بيزعل وبيجري. بعدها بنشوف بطلنا مع سونجي وبيحتفلوا بعيد ميلاد ابن اختها، والظابط كمان كان موجود معاهم. سونجي قالت لبطلنا تعالى اشوي اللحم، وفعلا بطلنا بيلبس المريل وبيشوي اللحم، بس لما بيشوف اللحم الني بيبقى عايز ياكله، بس الولد الصغير بيشوفه فبطلنا بيعمل نفسه انه بيهزر معاه، وكلهم كانوا مبسوطين بس بطلنا كان مركز معاهم فايده اتحرجت واضطر يمثل انه بيتألم علشان محدش ياخد باله. بطلنا كان مبسوط من خوفهم عليه، وكان مبسوط اكتر لما شاف الضابط مهتم ان هو يطفي ايده، وكلم نفسه وقال ان ده اجمل احساس في حياته علشان وقتها حس انه بني ادم. وسون جي بدأت تلف له دراعه وقالت له احنا هنعمل كده وكده علشان محدش ياخد باله، فبطلنا مثل ان هو بيتألم. بعدها بنشوف سنجي بتشكر بطلنا انه كان موجود معاهم في حفلة عيد الميلاد. بطلنا قال لها كويس ان محدش خد باله ان زومبي حقيقي، فسنجي قالت له انت شخص لطيف جدا. بعدها بنشوف هيونج بيحفر في مكانه وبيكون مستغرب جدا وبيقول ان هو متأكد انه دفنه هنا. بعدها بنشوف هيونج راح المكتب عند بطلنا وقال له انه عايز كارت من بتوعه علشان الكارت اللي اديته له سنجي ضاع منه. بطلنا اداله كارت تاني، فهيونج قال له قريب هخليك تدور لي على واحد، وقال لبطلنا هو انت بتدور على الاشخاص الميتين؟ بطلنا استغرب من السؤال وقال له انت قصدك ايه؟ هيونج قال له انا كنت بهزر معاك. بعدها سأل بطلنا وقال له انت كنت شغال ايه قبل ما تشتغل محقق؟ بطلنا قال له انا شغال محقق من زمان. بعدها هيونج نادى بطلنا باسم ميونج وقال له هتفضل تمثل انك مش عارفني؟ بطلنا قال له قصدك ايه؟ هيونج نادى بطلنا تاني باسم مويونج وقال له انت فاكر ان دي حاجة حلوة لما تمثل انك ما تعرفنيش؟ بعدها هيونج اتعصب جدا وقال لبطلنا ليه بتعاملني وكأنك ما تعرفنيش؟ وقال لبطلنا ليه بتدور في قضية الطفلة سوري وليه بتفتش في القديم وهتستفاد ايه؟ بعدها مسك بطلنا وقال له انت هتجنني بعمايلك دي، وهدد بطلنا وقال له لو كملت في القضية دي كلنا هنوجع في مشكلة. بعدها هيونج ضحك وقال له انا بهزر معاك اصلك شبه واحد صاحبي، واعتذر لبطلنا ومشي. بس قبل ما يمشي بطلنا قال له صاحبك اللي شبهي ده ميت ولا لسه عايش؟ هيونج بص لبطلنا وقال له صاحبي لو لسه عايش كان زمانه بيدور عليا، وساب بطلنا ومشي. بعدها بنعرف ان الاتنين الهبل دول حاطين مايكات للتجسس على بطلنا وكانوا مستغربين من كلام هيونج لبطلنا. بعدها بنشوف بطلنا وهو بيفتكر كلام هيونج ليه، وافتكر لما قال له لو دورت في القضيه وفتحت الماضي كلنا هنجح في مشكله. بعدها بطلنا بيعرف ان الهبل دول حاطين مايكات وبيكلمهم منها، فبطلنا قال لهم عايز اقابلكم، فعلا بيروح البطلنا وبطلنا بيقول لهم عايزكم تراقبوا الشخص اللي كان عندي، واداهم فلوس وقال لهم اشتغلوا بسريه تامه. بعدها بطلنا بيحكي اللي حصل لسونجي وافتكر لما ضرب دراعه المكسور على المكتب وعرف انه سليم، وقال لسونجي خلي بالك منه. بعدها بنشوف سونجي وبطلنا بيروح للضابط علشان يشوف ورق القضيه بتاع سوري ويشوف الصور اللي صورتها الشرطة. بعدها سونجي بتاخد صديقها الضابط وبتمشي علشان بطلنا يشم الحاجات الخاصة بالقضية وعلشان يتفرج على الصور والورق براحته. بعدها بيطلع بطلنا من مركز الشرطة وبياخد سونجي وبيمشي. البنت اللي بتحب الضابط بتقول ان سونجي لايق على كيم يونج وانه يركز معاها شوية لانها بتحبه، وبتسيب الضابط وبتمشي. بعدها سونجي بتقول لبطلنا انت شميت ريحة الجزمة بتاع سوري؟
بطلنا قال لها ان المجرم شال كل حاجة بالمطهر بس قدر يشم ريحة السمغ اللي في نعل الجزمة، وبيقول لها ان ريحة السمغ مش غريبة عليه وانه فاكر انه شمها قبل كده. بعدها بطلنا بيقول لسونجي روح البيت وخلي بالك من نفسك، وسونجي بتكون مبسوطة جدا وبتمشي بعدها. بعدها بنشوف الاتنين الهبل دول وهم متخفيين علشان يراقبوا هيونج، وبيصوروه بيدوا الصور لبطلنا وبيقولوا له ان اسمه هيونج وكان شغال حارس شخصي ودراعه اتصاب وقعد من الشغل وانه متجوز وعايش مع امه ومراته وما عندوش اطفال. بطلنا وهو بيجلف في الصور شاف الولاعة مع هيونج وشكر الاتنين دول، وبعدها بيدوهم فراخ نية كتيرة وبيكونوا مبسوطين جدا. بعدها بنشوف بطلنا وهو بيشوف الصور تاني فبيفتكر شكل الاماكن اللي في الصور وبيقول ان هو عارف البيت والمنطقة دي. بعدها سونجي بتشوف والد سوري في العربية بتقول له ان هي عايزة تتكلم معاه. بعدها بنشوف والد سوري بيشكر سونجي وبيقول لها لولا اهتمامك بالقضية ما حدش كان سمع عن بنتي. بعدها بنشوف بطلنا بيروح بيت هيونج زي ما الاتنين الهبل وصفوه، وهناك بطلنا بيلاقي مسحوق السمغ اللي شمه في جزمة سوري واللي شمه من ايد هيونج. بطلنا قال ان هيونج هو المجرم وهو اللي قتل سوري، وفجأة هيونج بيجي لبطلنا وبيقول له ايه اللي جابك هنا. بطلنا بيمسك هيونج وبيقول له انت اللي خطفت سوري وقتلتها. فجأة بتطلع أم هيونج وبتقول لبطلنا الجو برد تعال اقعد جوه في الدفا، وقالت لبطلنا شكلك تعبان يا ابني. في الوقت ده بتطلع مرات هيونج علشان تدخل الست الكبيرة، فبتشوف بطلنا واضح انها تعرفه. وبعدها هيونج قال لبطلنا تعال نتكلم بعيد عن البيت. بعدها بنشوف سونجي وهي بتدور في بيت سوري فبتلاقي صورة للساعة المكسورة اللي كانت مع بطلنا. فسونجي سألت والد سوري عن الشخص اللي لابس الساعة دي لأن وشه ما كانش باين، فقال لها ده الحارس الشخصي للعيلة بتاعتي. فسونجي قالت له طب هو فين؟ راح قال لها بقالي سنة تقريبا ما اعرفش عنه حاجة، وقال لها نفسي اطمن عليه. سونجي قالت له استنى، وطلعت صورة بطلنا من على موبايلها، والراجل اول ما شافه قال لها هو ده الحارس الشخصي بتاعنا، وقال لسونجي هو انت تعرفيه؟ بعد كده قال لها ان هو اسمه كانجو هو، وقال لها ان نفسه يشوفه علشان يرد جمايله عليهم، وقال لها ان سوري كانت بتحبه جدا وبتثق فيه اكتر مني. وسونجي كانت مبسوطة جدا انها عرفت حقيقة بطلنا، وبتروح سونجي مكتب بطلنا علشان تقوله بس مش بتلاقيه موجود، وبتحاول تتصل بيه بس مش بيرد عليها. بعدها بنشوف بطلنا واقف مع هيونج وبيقول له انت اللي خطفت صوري وقتلتها. وبعدها سأل هيونج وقال له هو انا كمان ضحية من ضحاياك؟ وبطلنا مسك هيونج وقال له انت ليه عملت كده؟ هيونج نده بطلنا باسم ميونج وقال له انت فاكر المكان ده؟ احنا ياما صدنا سمك مع بعض هنا، وقال له انت عايز تعرف اللي حصل يوم الحادثة؟ راح مطلع الولاعة لبطلنا وقال له يوم رأس السنة أنا وإنت خططنا الحاجة. بطلنا قال له خططنا لإيه؟ هيونج قال له إنت خططت الخطف سوري وقتلها. بطلنا بيقول له مستحيل. بعدها هيونج كمل كلامه وقال له إنت اللي رميتها في الخزان، وقال له لولا إنك قتلتها كانت هتبقى عايشة، وقال له بسببك أنا حياتي اتدمرت. بطلنا افتكر سوري وقال مش ممكن أكون أنا عملت كده. هيونج قال له إنت كنت محتاج فلوس وقلت لما نخطف البنت هنطلب فلوس من أبوها، بس انت قتلتها، وقال له لولاك كان زمان سوري عايشة مع ابوها، وقال له قتلتها ليه؟ بطلنا كان مصدوم من اللي سمعه وافتكر سوري وهي بتقول له ارجوك انقذني، بس بطلنا ما بيكونش مصدق وقال ان ده مش معقول، وقال مستحيل اكون عملت كده. بعدها بطلنا بيفتكر لما كان بيلبس لبس بابا نويل، والمطرة خلت الكريم نزل من على وش بطلنا وملامح الزومبي ظهرت عليه، ومن كتر الغضب كان بيصرخ. وبينتهي الجزء ده على كده. انا حابب اشكر كل شخص بيدعمني سواء بكومنت او بلايك او باشتراك، بجد حابب اقول لكم شكرا جدا ليكم.